يقول: سمعنا أنه لا يجوز قراءة قصيدة البردة للإمام البوصيري، ويقال بأن من قرأها فقد أشرك بالله، فما هو الصحيح؟ اللي يقرأها يتقرب بها إلى الله مثل ما يفعل المبتدعة لا يجوز، هذا الشرك، لأن فيها أبيات شركية، الشرك الأكبر، فلا يجوز الإنسان يقرأها وهو مقر لها. أما من يقرأها وهو منكر لما فيها ويقرأها من أجل يعرف ما فيها من الشرك، على من أجل أن يرد عليه ويحذر منه، ألا بأس. أما اللي يقرأها يتلذذ بها أو يقرأها وهو غير منكر لما فيها من الشرك، فهذا لا يجوز. نعم.